السيد تصدع في زمن مختلف، زمن محنة كما يقول سماحة الشيخ في خاطرته، وزمن الخوف وزمن الفقر وزمن الاستبداد، فالمشاكل معقدة ومركبة. نعم. السيد تصدى عنوانه الأولي حسب قراءتي المتواضعة، نعم، عنوانه الأولي هو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، لكن مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفرعة. نعم. فتارة تكون في مجال الدين، تارة تكون في مجال الاجتماع، تارة تكون في مجال السوق، تارة تكون في أشياء لها علاقة بالحكومة. السيد الشهيد حتى يستطيع أن يسوق مشروعه الإصلاحي والتغييري لابد له من نافذة إعلامية وخطاب مباشر مع المجتمع. في ذلك الوقت وسائل تواصل متطورة لم تكن موجودة، وحتى لو وجدت كانت لربما تكون غير متاحة. أكيد طبعا، أكيد، لأنه الوضع تعرفونه. فالسيد الشهيد كان يدرك قيمة الإعلام وقيمة التواصل مع شرائح المجتمع العراقي. صاحب المشروع، صاحب الطموح الذي يطمح بمجتمعه أن يرتقي، نعم، وأن يتغير نحو الأحسن، يحتاج إلى قناة إعلامية مباشرة معه. أول قناة إعلامية غير مباشرة للسيد الشهيد كانت وكلاؤه، وكلاؤه وأكثرهم من فئة الشباب كما تحدث سماحة الشيخ عن أهمية فئة الشباب، وهؤلاء كانت مقبوليتهم جيدة، حركتهم سريعة، أسلوبهم الإقناعي جيد، باعتبار كثير منهم كانوا خريجين جامعات وخريجين معاهد ومثقفين، فهذا كان التواصل الأول، لكن هذا وحده لم يكن كافي. التواصل الأبرز والأهم كانت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فيها أكثر من جهة. أولا هي إحياء لسنة إسلامية وفريضة إسلامية معطلة مئات السنين. هذه جانبها الديني وجانبها الفقهي. فأن توجد شعيرة إسلامية بعد أن كانت مغيبة، هذا وحده هو بركة للمجتمع قطع، وجهة ثواب وأجر للناس، هذا من بقطع النظر عن أي شيء آخر. طيب، قبل أن تكمل جنابك، نتحدث عن قضية أخرى أيضا في غاية الأهمية، وهو العامل المكاني. يعني لربما لبعض لحد اليوم يتساءل لماذا السيد الشهيد اختار مسجد الكوفة ولم يختار مكان آخر كأن يكون مرقد أمير المؤمنين عليه السلام لإتمام هذه الصلاة. هذه القناة الإعلامية اللي هي صلاة الجمعة، نعم، أيضا تحتاج إلى مكان مميز. كما أن هسه الآن أي واحد يريد يسوي قناة فضائية، نعم، زين، ما أدري، ربما قياس مع الفارق، هم يحتاج إلى تردد مميز، قمر صناعي مميز، موقع، مصحيح؟ نعم. هذه الأشياء كانت حاضرة في ذهنه، قدس الله نفسه، اختار مسجد الكوفة. وهذه قراءة أنا ما سامع من السيد، ما مصرح هو الانطباع الذاتي إلى أنه، نعم، ليش اختار مسجد الكوفة، كتحليل. لكن كتحليل، نعم، رمزية الكوفة لها تأثير في المجتمع العراقي.